اهلا وسهلا جبينات ديالي كي دايرين لاباس عليكم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال كي دايره الاجواء عندكم شوفوا الجو عندنا كي داير كاين البرد والجو مريض كي دايرين نتوما لاباس عليكم انا خارجه غادا نتقدى شي حاجه نديكم معايا تشوفوا ملي كنتقدى وتشوفوا نتوما تبدلوا الجو ماشي دائما الدار الكوزينه ايوا تشوفوا هنايا كيفاش داير الجو كي دايره الاجواء عندكم نتوما نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي والله يعفو علينا خلاص من هاد الماسكات هادو قولوا امين والله الا تقهرنا وحق الله الحمد لله على كل حال هادشي اللي غادي نقولو يلا الزينات ديالي خليكم معايا نوريكم ان شاء الله فاش غادي نوصل نتقطع نوريكم المغازا ملي غنتقن السوبر ماركت اللي غنتقطع منه خليكم معايا بوسه كبيره عليكم
شويه ديال الرز بالقرعه الحمراء. الرز بالقرعه الحمراء ما نقولش لكم، انا بالنسبه لي القرعه على بالي كدار في الكسكسو صافي، ولكن منين نجربته في الرز على طريقه ايطاليه، يعني طبيعه الحال الطاليان هما اللي كيديروا القرعه، الرز بالقرعه هما كيطيبوا الرز باي طريقه، كيطيبوه باي حاجه. سبحان الله مني جيت لهاد البلاد لقيت بزاف ديال الحوايج كيطيبوهم بزاف ديال الحوايج. يعني هنا كنكونوا عارفين الرز كيطيب بحاجه وحده، كنطيبوه مثلا بحاجه وحده، هنا كيطيبوه بزاف ديال الحوايج. لي بات حتى هما كنا حنا كنديروهم غير بحاجه وحده، مثلا بلا صوص طوماط ولا، وهما كيديروه بزاف ديال الحوايج. المهم البنات كنوعدكم كما قلت لكم كل مره غنبقى نحط لكم حاجه من الكوزينه الايطاليه، من كما تيقولوا هما لا كوتشينا ايطاليانا، غنبقى نحط لكم شويه بشويه كاع الماكله ديالهم ان شاء الله. كل مره نبقى نطيب لكم حاجه حتى نخليكم تكتشفوا الكوزينه الايطاليه كيفاش دايره والطياب ديالها كيفاش داير. صراحه ماكلتهم هما صحيه وماكلتهم زوينه، وكيستغلوا اي حاجه، كيستغلوا اي خضره اي حاجه كيديروها، وفيهم منا يعني داكشي اللي كيديروا فيه فوائد وفيه منافع للصحه، وما كيطيبوا زوين. تبارك الله الكوزينه ديالهم راه معروفه في العالم، راه الثالثه في العالم تقريبا، يعني ماكلتهم زوينه. انا براسي نهار ذقت هذا الرز ما نقولش لكم حمقني. انا من النوع اللي ما عزيزاش عليا القرعه الحمراء، ولكن نهار درتو في الرز عنده واحد المذاق، مذاق خاص، ما عرفتش ديك البنه اللي كيجي وديك، يعني واخا نشكروا لكم ما غاديش تعرفوا حتى تذوقوا، عاد غادي تعرفوا علاش كنهضر. المهم بلا ما نطول عليكم غادي نبدا دابا نوريكم ان شاء الله اشنو غادي نحتاج. ما تنحتاجش بزاف ديال الحوايج، غير حوايج قلال. المهم غنوريكم شنو غنحتاج ليه وكيفاش كنطيبو. الرز بالقرعه الحمراء كما قلت لكم غنحتاج بزاف ديال الحوايج. عندي هنا بصله مشلضه على هذا الشكل هذا، عندي هنا الزبده هي اللي غادي نشلط، هي اللي غادي عفوا هي اللي غنشحر فيها البصله. عندي هنا كاس ديال الرز، يعني الرز كيبقى على حسب عدد الاشخاص اللي غادي ياكلوا من هذا الرز. عندي هنا القرعه الحمراء كيف ما كتشوفوا معايا مقطعه على هذا الشكل، ولكن ما غاديش تبقى هكا، من بعد ملي غادي طيب غادي نمعسها، ما غاديش تبقى هكا، خاصها تمعس ما تبقاش تبان. المهم انتما تشوفوا كيفاش غادي تجي في الاخر. هنا عندي الفرماج، راه غنحتاجو حتى الاخر بطبيعه الحال، فرماج محكوك. هنايا مكتوبه فيه بارميجان وريجانو يعني السميه ديالو. عندي هنايا الابزار، الابزار او الفلفل الاسود غنحتاج منه شي شويه ماشي بزاف. وعندي هنا بطبيعه الحال جوج ديال الكنور، دائما كنقولها لكم كنور ما فيه لا لحم لا حتى شي حاجه، كنور ديال الخضره يعني ما فيه لا لحم لا دجاج لا والو، غير كنور ديال الخضره عادي ما فيه حتى شي حاجه. غادي نوريكم كيفاش غادي ندير له كنور، غنديرو في الماء كما كنت شاركت معكم في الرز اللي درت بالحوت بحال هذيك الطريقه، نفس الشيء اللي غادي ندير حتى ديال القرعه، غير هذا كان بالحوت وهذا بالقرعه. هانتوما غتبعوا معايا الطريقه ان شاء الله، وكنتمنى تنال ديالكم. غادي ناخذ، المهم اول حاجه غندير الكنور ديالي اللي قلت لكم، غنديرو في الماء. ديجا عندي هنا في الطنجره سمحوا لي، ديجا عندي هنا كيف ما كتشوفوا الماء عندي في الطنجره شويه دافي، سخون ماشي يعني سخون شويه باش يذوب هذا الكنور هذا فيه، حيت كنور لما كانش الماء دافي ما غاديش يذوب. غندير جوج هو باش غادي نبقى نسقي ان شاء الله الرز ديالي محطو كيطيب وانا كنسقي فيه حتى كيطيب يعني يطيب للدرجه اللي حنا بغينا. هنا عندي الزبده، عندي هنا قياس معلقه كبيره ولا معلقه ونص ديال الزبده، هي باش غتشحر البصيله ان شاء الله. هاد الزبيده هادي غنزيد عليها البصله ديالي اللي مشلضه اللي وريتكم، صافي غادي نخلي البصله حتى تشحر على الزبده ونرجع معاكم ان شاء الله. البنات هنا البصله ديالي من بعد ما تشحرات شفتوها كتنزل، من بعد ما نزلات كتنزلها هنا. البنات درت الرز ديالي في المقله، المقله ما فيها حتى شي حاجه ناشفه، ما درت فيها حتى شي حاجه. غادي ندير هذا الرز هذا كما درت معكم في ديال الحوت ديال فواكه البحر،
كنديروا هاد ديك الساعه درتو معاه بالسلطه، دابا البصله درتها انا حيت غندير معاه القرعه الحمراء ان شاء الله. هنا درت الرز بوحدو، غادي نشعل عليه يسخن، ماشي دابا بلاتي، شويه نشعل عليه يسخن ونخوي فيه شويه من هاد المرق هذا اللي درت فيه الكنور، غنخوي عليه شويه ومن بعد نردو ان شاء الله مع القرعه والبصله باش يطيب. دابا عندي البصله هنا من بعد ديالي، البصله ديالي من بعد ما تشحرات عفوا غادي ندير القرعه الحمراء. صراحة كتجي واعره والله العظيم، كيجي واعر هذا الرز. الرز اصلا كتعرفوا صحي زوين، استغلوا هاد الحوايج هادو بالنسبه للدراري الصغار اللي كيبغيو شي ياكلوا الخضره، حاولوا ديروا لهم بحال هكا ياكلوا الخضره، ما غاديش يبان ما تبانش ليهم اشنو كاين. دابا تشوفوا كيفاش كتجي، ما كيبانش الرز واش فيه القرعه، ما كتعرفوش اشنو فيه، كيجي اللون ديالو اصفر، ما كتعرفوا واش فيه زعفران واش فيه شي حاجه اخرى، يعني ما كتكونش باينه، حتى الوجو ديالها ما كيكونش باين، يعني المذاق ديالها ما كيبانش نهائيا. شنو هاد البيزامان صافي. بالنسبه للبزاطه الاخر ان شاء الله عاد غادي نديرو صافي. غادي نخلي القرعه ديالي هنا تشحر مع البصله، ومن بعد غادي نبقى نزيد شويه ديال المرق، غادي نزيد دابا شويه صافي، ونخليها تطيب. هي كطيب وانا كنزيد المرق حتى كنحصل على بحال شكل لاصوص، كتولي بحال الصوص، ما كتبقاش هكا القرعه، ما كتبقاش باينه لا قرعه لا بصله، كتولي بحال لاصوص. المهم البنات نتوما غادي تشوفوا معايا ان شاء الله الطريقه كيفاش، وغادي تتبعوا معايا الطريقه من الاول حتى الاخر ان شاء الله، وغتشوفوا كيفاش غتولي. البنات هنا القرعه من بعد ما طابت، يعني ما بقاتش كما كانت، شفتوا كيفاش كتولي، كتولي بحال شي كريم، كتولي بحال لاصوص، ما كيبقاوش دوك الطروفه. هنا غادي نشعل على الرز يسخن شويه كما كتشوفوا، غادي نشعل عليه يسخن شويه، عاد غنزيد عليه شويه من هذا المرق هذا اللي وريتكم اللي فيه الكنور. بالنسبه للمرق ديال الكنور، اللي ما باغيش يدير الكنور يحاول يدير في هذا الماء طريفات ديال الخيزو، طريفات ديال الكرافس، طريفات ديال البصله، كديروا كاع ديك الخضره اللي كنستعملوا، كديروها البصله الكرافس خيزو الثومه اللي بغاها، وكديروهم في الماء كتخليهم حتى كيغلي، وكتوليو تسقيو داك داك الماء اللي فيه ديك الخضره. بالنسبه اللي ما بغاش يدير الكنور، شفتوا معايا القرعه دابت ما بقاتش كاع نهائيا، ديك الطريفات ما بقاوش. صافي البنات من بعد ما تسخن ليا المقله اللي فيها، يسخن ليا الرز اللي درت هنا، من بعد ما يسخن نرجع معكم باش ما يجيكمش الفيديو طويل، كنحاول يعني كنحاول نقطع باش ما يجيكمش الفيديو طويل بزاف ويجي ممل، كنوريكم خطوه بخطوه، ولكن من بعد ما نوجد الرز غنرجع معكم باش نوريكم كيفاش غندير ليه ان شاء الله. هنا البنات الرز من بعد ما سخن غادي ندير فيه شويه من هذا المرق هذا، ممكن تكون تكتبوا عليه المرق كيفاش كيدير. صافي دابا الرز ديالي راه موجود باش ندير مع القرعه ان شاء الله. والقرعه تاهي وجدات. صافي غادي ندير الرز ديالي هنا وغادي نبقى نسقي، وهو كيطيب حتى كيوجد، غادي نبقى نسقي بالرز ديالي المرق. صافي البنات غادي نبقى هنا مره مره نحرك وكنسقي بالمرق اللي قلت لكم حتى كيطيب الرز، هو كينشف وانا كنسقي حتى كيطيب الرز، كيطيب بالشكل اللي بغينا، كاين اللي كيبغي كما قلت لكم يبغي الرز يبقى شويه قاصح، كاين اللي كيبغي الرز يطيب مزيان، على حسب كل واحد وكيفاش كيبغي. المهم انا غادي نبقى غاديه مع خطوه بخطوه، هو كينشف وانا كنزيد الماء حتى كيطيب، وغادي نرجع معكم من بعد ما يطيب ان شاء الله. هنا الرز ديالي من بعد ما بدا كيوجد غادي ندير واحد القبيصه ديال الابزار بما يسمى الفلفل الاسود، غندير واحد شويه ماشي بزاف باش يهبس لينا ديك الحلاوه ديال القرعه. صافي تقريبا الرز راه قريب يوجد ان شاء الله.
ما بقى لي والو ان شاء الله غادي يوجد وغنوري لكم كيفاش جا. من بعد ما كيوجد الروز غادي نزيد واحد شويه ديال الزبده في الاخر. شوفوا معايا غنزيد قياس معلقه ديال الزبده في الاخر صافي. وكنطفيو البوطا والروز ديالنا وجد صحه وراحه. المهم غنوريكم الشكل النهائي ديالو من بعد. نحطو لكم في التبصيل وتشوفوا الشكل النهائي ديالو. سمحوا لي الهضره كتالف ليا بعض المرات. المهم غنوريكم الشكل ديالو في الاخر في التبصيل. وهنا الشكل النهائي ديال الروز بالقرعه. شفتوا كيفاش كيجي؟ الصراحه كيجي لذيذ. هنا زوقته بالفرماج محكوك الفرماج اللي وريتكم. صافي شفتوا كيفاش كيجي؟ الصراحه كيجي بنين وكيجي. شوف الروز كتجي حبه على حبه وما كيبانش اشنو فيه. شفتوا معايا القرعه ما بقاتش كتبان كاع الطروفه ديال القرعه ما بقاوش كيبانوا نهائيا. كيجي بحال لاصوص وكديروا فيه الروز كيطيب فيه ما كيبانش اشنو كاين في الروز. ولكن راه مذاق لا يقاوم كما تيقولوا. مذاق غزال والله العظيم الا زوين. جربوه وردوا عليا الخبر. كنتمنى ينال اعجابكم. وبالنسبه للناس اللي غيعجبهم لا فيديو ما تنساوش ديروا لي لايك وتخليوا لي كومونتير زوين وتقولوا لي اشنو بان لكم فيه. واش يعني نبقى ندير لكم هكا وصفات طياب ايطالي ولا لا؟ يعني لي كومونتير ديالكم كيهموني بزاف. كنقول لكم شكرا لكم بزاف الناس اللي كتبعني من جميع الدول العربيه من المغرب الجزائر العراق تونس اي بلاصه في العالم الدول العربيه في العالم. كنشكركم بزاف بزاف وكنقول لكم شكرا على المتابعه ديالكم. وما نطولش عليكم غنقول لكم تهلاو لي فراسكم وكنبغيكم بزاف. ونتلقى بكم ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه اخرى جديده ان شاء الله باذن الله. كنخلي لكم الراحه يا ربي. مع السلامه جميعا.